السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله دايما يا رب. سؤال، أنا هذبح إن شاء الله بقرة إن شاء الله ولم يعق عني. ها؟ ولم يعني أنا ما تعملنيش عقيقة، أنا 45 سنة. أي. هل أخذ العقيقة في الأضحية ولا ثواب الأضحية أعلى؟ لا يعني أنت تسأل هل يمكنني أن أجعل أنا عارف المشروعية اللي يمكن. طيب. اللي هي بتغذي عن 7 أشخاص. طيب السؤال، ما السؤال؟ هل أعق أفضل ولا أخلي البقرة كاملة أضحية؟ والله كل جائز، والأضحية كشعيرة أقوى من أقوى بلا شك من العقيقة، لك إلى أن يوسع الله عليك، فإذا وسع الله عليك توقع نفسك. تمام. أنا بذبح على مدار السنة، فممكن أأجلها من غير الأضحية. الله يتقبل. الله منا ومنك إن شاء الله. يا رب.